بسواعد جزائرية تتقدم أشغال إنجاز السكنات والتهيئة الخارجية للقطب الحضري حوش الريح ببلدية مفتاح بولاية البليدة. وزير السكن والعمران والمدينة الذي وقف على سير الأشغال رفقة كل من وزير الطاقة والري والبريد والمواصلات أكد على أنه لن يتم تسليم السكنات قبل توفير جل التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية للحياة. فيما يخص السكنات نسبة الإنجاز تقريبا احنا في الانتهاء تقريبا في 6500 وحدة سكنية. فيما يخص التجهيزات العمومية تقريبا 14 تجهيز عمومي. فيما يخص المدارس الابتدائية وال يعني لي ليسي ولي كوليج حتى مركز للأمن وحتى البوليكلينيك. حوش الريح فقط مبلغ مالي يعني لاباس به 50 مليار دينار جزائري. انشغالنا كان انه لازم يكون يعني الموقع محصن جيدا وهذا الشيء اللي توصلنا له. ورشات مفتوحة لتوفير الماء الصالح للشرب وتوصيل الغاز والكهرباء إضافة إلى ربط المنطقة بشبكة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وقف عليها وزراء القطاعات المعنية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز. الطاقة والمناجم ما فيهش إشكال، كل لزامني تقريبا موجودين، ويعني هي قضية وقت لننتهي من الأشغال. فيما يخص يعني لافيبر أوبتيك نفس الشيء راح تصل إلى الموقع. فيما يخص الموارد المائية يعني لاسينيسمو ما فيهش إشكالية، احنا في قيد الإنجاز وقضية شهر أو شهرين وننتهي من طول ريزو داسينيسمو تاع القطب تاع حوش الريح اللي هو في الأصل فيه 10,000 وحدة سكنية. فيما يخص الماء يعني فيه عمل لازم نقوم به. تم الاتفاق مع زميلي تاع السيد وزير الموارد المائية أنه نجد التموينات اللازمة قبل نهاية السنة. تكاتف وزاري للتكفل بالانشغالات التي تطرحها تضاريس المنطقة بحوش الريح من أجل تسليم قطب عمراني مدمج بكل مرافقه في أقرب الآجال.